عدنا إليكم من جديد مشاهدينا لاستكمال المورنينج هذا الصباح، والآن نحط بكم بالتأكيد في فقرة الدين والحياة مباشرة من البقاع المقدسة. يلتحق بفضيلة الشيخ جمال غول الإمام الخطيب الذي تعودنا عليه في البرنامج، ونواصل الحديث معه من البقاع المقدسة حول فضائل الحج. واليوم الحديث سيكون حول فضائل يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج. صباحك سعيد، السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد، تحية مباركة أزفها إلى جميع الأمة الجزائرية من رحاب بيت الله الحرام من جوار الكعبة المشرفة، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل جزائري النوى أن يأتي إلى هذا المكان، فإن شاء الله يوفقهم جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. إذن فضيلة الشيخ، الجمعة الماضية صحيح. عن فضائل العشر نعيد ونذكر قليلا بهذه الفضائل المباركة. بالتأكيد الفضائل العشر شاهدناها معك، لكن لا بأس أن نعيد ونذكر لأنه الاتصال اليوم هو أفضل عن الأسبوع الماضي. بالتأكيد فضيلة الشيخ، نذكر قليلا بها. نعم، تحدثنا عن هذه الأيام المباركات التي قال فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذه الأيام نعم أفضل صدقة يتصدق بها الإنسان في هذه الأيام، أفضل صيام نافلة يصومه المسلم هو في هذه الأيام. فهذه الأيام هي يعني مجمع للعمل الصالح، فالإنسان هذه فرصة إنه رب أيام فيكثر من العمل الصالح. هذه الأيام يعني لا تحسب بالساعات ولا بالأيام ولا بالليالي، بل تحسب بالدقائق والثواني والنفس الذي يتنفس به الإنسان. فالإنسان يجتهد أن يعمل ما يستطيعه من الخير، الأجر مضاعف إن شاء الله، ونحن جميعا بحاجة إلى هذا الأجر. وفي هذه الأيام العشر هناك يوم عرفة. صحيح. يوم عرفة اللي سوف يكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بإذن الله. طيب فضيلة الشيخ، لماذا سمي بعرفة؟ نعم، حتى نذهب يعني غير بالعقل حتى نفهم كل تفاصيل هذا اليوم العظيم لدى المسلمين. بالتأكيد هي أيام كثيرة في التاريخ الإسلامي، يعني نحتفل بها وندعو فيها الله سبحانه وتعالى، لكن اليوم عرفة خصوصية كبيرة فضيلة الشيخ سنعرفها معك بالتأكيد. قبل ذلك، لماذا سمي بعرفة؟ ما المقصود بذلك؟ طبعا سمي بذلك، هناك أقوال كثيرة من بينها أن هذا اليوم هو الذي يعني هذا المكان هو الذي التقى فيه آدم وحواء بعدما أنزلهم الله تبارك وتعالى من الجنة إلى الأرض، فتعارف في هذا اليوم فسمي بعرفة أو بعرفات يعني المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، بمعنى أن أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، هو الوقوف بهذا المكان. هذا المكان المعروف بعرفة، الوقوف به يعني المقصود به التواجد، يعني الحاج لابد عليه أن يكون في يوم عرفة وجزء من الليل أن يكون متواجدا في هذه البقاع، في هذه الأماكن المحددة من النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمى بعرفات أو بعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لغير الحاج حتى يشارك الحاج في هذا الموقف العظيم، سن له وشرع له صيام هذا اليوم، صيام يوم عرفة. قال اكتسبوا على الله أن يكفر سنة التي قبله والتي بعده، بمعنى الإنسان يصوم نهار عرفة يوم الجمعة المقبل إن شاء الله، فعنده أجر ربي سبحانه يغفر له السيئات اللي دارهم العام الماضي والعام الجاي إن شاء الله. يعني رحمة كبيرة بصوت. نعم، هي فضائل كبيرة فضيلة الشيخ بالتأكيد، فضائل الصيام خلال يوم عرفة للحجاج وغير الحجاج بالتأكيد سنتكلم عنها. الأكيد فضيلة الشيخ أن الحاج في يوم عرفة يؤدون طقوس دينية معينة. قبل أن نتكلم عن الصيام، ما هي هذه الطقوس التي يقوم بها المسلمين والمسلمون عفوا والحجاج تحديدا في خلال هذا اليوم؟ يوم هو في يوم عرفة، يعني المفروض أنه في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، الحجاج ينتقلون جميعا من مكة المكرمة إلى منن، وبعضهم يذهب إلى عرفة.
في اليوم التاسع يوم عرفة كل الحجاج من كل بقاع الأرض ينتقلون ويكونون في صعيد عرفة، يجيوا إلى صعيد عرفة ويبقون في هذا المكان المبارك إلى غاية الزوال. بعد الزوال ثم يخطب خطبة عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الخطبة يتفرغ جميع الحجاج إلى الدعاء. فيوم عرفة هو يوم الدعاء، الدعاء مستجاب فيه، والله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بالحجاج الذين جاءوا من كل فج عميق وانتشروا على صعيد عرفة. الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يغفر الذنوب لجميع الحجاج بإذنه تبارك وتعالى، ويعتق من النار ما شاء أن يعتق، حتى أن الشيطان الرجيم يكون أدحر وأحقر في ذلك اليوم من أي يوم آخر، لما يرى من تنزلات الرحمات على العباد وهو محروم منها بذنبه واستكباره عليه لعنة الله. في يوم عرفة لما يخرج الحجاج، لما تغرب الشمس، لما يتحقق الغروب، الحجاج يدفعون من عرفة نحو مزدلفة، يخرجون من عرفة باتجاه مزدلفة. هذا خروج عظيم، كل الحجاج اللي راهم في عرفة فلما يخرجوا بعد المغرب راح يخرجوا ناس آخرين، ليسوا هم نفس الأشخاص اللي كانوا قبل قليل في عرفة، كلهم يخرجون صفحات بيضاء، وقد غفرت لهم جميع الذنوب، وقد رجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. فهذا فضل عظيم ورحمة كبيرة جدا جدا، موقف عظيم جدا، يعني الإنسان يخشع فيه ويحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويكثر من الدعاء. لغير الحاج، الناس اللي ما لهمش في الحج مطلوب منهم أن يصوموا هذا اليوم، حتى وإن وافق يوم الجمعة يجوز صومه منفردا ولا حرج في ذلك، لأنهم يصومونه ليس لأنه يوم جمعة، ولكن لأنه صادف يوم عرفة، وهذا مشروع عند علمائنا. فاللي قدر يصوم قبله، يصوم الخميس، يصوم أيام في هذه العشر فيها أجر عظيم جدا. اللي ما قدرش، عنده عمل شاق، عنده ظروف معينة ما يقدرش من جانب الصحي، فيوم عرفة إذا صامه وحده حتى ولو كان يوم جمعة، حتى ولو كان يوم سبت، فإنه يجزئ ومشروع ويغفر له بإذن الله سنتين، السنة الماضية والسنة التي بعدها. نعم فضيلة الشيخ، أكيد أن الصيام له أهمية كبيرة سنراها معك، لكن فقط نتكلم عن الدعاء. رسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن أهمية الدعاء في هذا اليوم المبارك. للحديث النبوي الشريف خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو الحديث النبوي. نتكلم عن الدعاء كوسيلة للتقرب لله وكعبادة أيضا فضيلة الشيخ. ربما سنتكلم ونعيد الاتصال مع فضيلة الشيخ جمال غول من خلال هذا البرنامج وفقرة الدين والحياة. الموضوع كان بالتأكيد حول فضائل الصيام وأيضا الدعاء خلال يوم عرفة، هذا اليوم العظيم عند المسلمين الذين يؤدون فريضة الحج، وبالتأكيد الذين هم متشوقون إلى الذهاب إلى الكعبة الشريفة وأداء المناسك. طيب فضيلة الشيخ، كنت أسأل حول الدعاء، الدعاء له أهمية كبيرة خلال هذا اليوم، هل الأدعية يوم عرفة تقبل؟ نعم، وهذا العام يوم عرفة صادف يوم جمعة، ويوم الجمعة في آخر الجمعة هو من هي ساعات الدعاء مستجاب فيها، ويوم عرفة مستجاب، فتصف يعني وافق يوم عرفة يوم جمعة، وهذه ميزة أخرى تعطي أهمية وتعطي بركة لهذا اليوم العظيم. فندعو بكل ما نريد من الخير لأمور الدنيا وأمور الآخرة، ندعو لأنفسنا، ندعو لأولادنا، ندعو لأهلنا، لأحبابنا، ندعو لبلدنا، ندعو للمسلمين جميعا بكل ما نريده من الخير. خزائن الله لا تنفد، ورب سبحانه رحمته واسعة. فالإنسان إذا كان عنده هم، إذا كان عنده دين، إذا كان عنده مشكل، إذا كان عنده وليده متعبه، إذا كان عنده مشكل عائلي، إذا كان عنده مشكل في العمل في الوظيفة نتاعه، فهذا يوم مناسب نغتنمه في الدعاء لكي يفرج الله عنا. صحيح. يفرج الله عن كل ما نحن به من هموم أو غموم، ونطلب ما نشاء وما نتمناه من الخير، فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله يستجيب في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، نذهب إلى الصيام الآن فضيلة الشيخ. الأكيد أنه المعروف أنه يوم عرفة الصيام يستحب فيه وتغفر الذنوب خلال هذا اليوم مصداقا للوعد كذلك. هو يوم يلتقي فيها المسلمون يؤدون الشعائر وأيضا يبعث المودة والتواصل بين المسلمين فيما بينهم سواء في الحج وأيضا في كل البلدان تقريبا، لأنهم يجتمعون في طاولة الفطور كما نقول. الدلالة الاجتماعية لهذا اليوم في خلق صلة الرحم وأيضا التواصل بين المسلمين فيما بينهم وشعيرة الصيام تحديدا، لما لها من دور في ذلك؟ نعم، بالنسبة للحجاج اللي راهم واقفين في عرفة فذلك موقف عظيم جدا، أن يقف الناس من جميع البلدان، من جميع الجنسيات، من جميع الألوان، بجميع اللغات، بلباس واحد، الجميع يلبس نفس اللباس، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان متعلما أو غير متعلم، كبيرا أو صغيرا. ففيه دلالة واضحة وكبيرة إلى أن المسلمين أمة واحدة، لا يفرقهم، لا تفرقهم الحدود الوهمية اللي داروها، دارها المحتل في سيف بيكو وغيرها، بل نحن أمة واحدة مجتمعون على هذا الدين، لنا رب واحد ندعوه جميعا بمختلف لهجتنا التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لنا نبي كريم نتبعه ونتبع هديه جميعا، ونحن بذلك في الطريق الصحيح. فهذه دلالة على أمة واحدة، والوحدة ينبغي عليها، وليس هناك فرق بين عجمي وعربي أو أبيض أو أسود إلا بالتقوى. بالنسبة لغير الحجاج فالله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الصيام فأمة الإسلام جميعا ستصوم في وقت واحد، وستفطر في وقت واحد، وتلتقي على مائدة الإفطار. فهذه أيضا دلالة عظيمة جدا على ما يجمعنا في هذا الدين العظيم اللي فيه كل خير إلا وعلمتنا إياه شريعتنا، وما من شر وما من مصيبة إلا ونهتنا عنها الشريعة. فصيامنا في هذا اليوم، يعني الحاج لا يصوم، الحجاج اللي يكونوا في مكة ما يصوموش، لماذا؟ لكي يتفرغون ويتقوون على الدعاء في هذا اليوم. غير الحجاج باش يشاركوهم هذا اليوم بغير وقوف، فيسن لهم أن يصوموا هذا اليوم ولو كان يوم جمعة، يجوز صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم كان يصومه الإنسان. طيب فضيلة الشيخ، الأكيد فيوم الجمعة نحرص على أن العائلة كلها تصوم، ويفطرون جميعا في المساء بعد المغرب على مائدة واحدة، ففيها ألفة وفيها محبة على الطاعة وعلى التقوى وعلى الخير، وتجتمع العائلة كما كنا نجتمع في رمضان، نجتمع في هذا اليوم العظيم، وعندما نجي نفطر على مائدة واحدة نرفع أيدينا. نعم، وندعو الله سبحانه وتعالى. من بين نقاط فضيلة الشيخ أستسمحك فقط حتى نمضي قليلا في الموضوع، بالتأكيد أنه من بين النقاط أيضا المهمة في هذا اليوم أنه من الأيام التي أتم فيها الله سبحانه وتعالى نعمته على المسلمين. نتكلم عن أهمية هذا اليوم في التوقيت وحتى في الترتيب عند الإنسان المسلم. كيف يستقبل الإنسان المسلم هذا اليوم، وكيف يكون التحذير من الجانب الديني أيضا؟ بالنسبة لعيد الأضحى، هو عيد المسلمين، يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا اليوم يتقرب المسلمون إلى الله تبارك وتعالى بنحر وذبح الأضاحي، وهذا اقتداء بسنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، اللي هو كما معلوم إنه الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ولده الوحيد أنذاك، وهو إسماعيل عليه السلام، وما كان من إسماعيل وإبراهيم عليه السلام إلا أن استجابا لأمر الله سبحانه وتعالى، ولما هم أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى أكرمه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم كما جاء في القرآن الكريم، ومضت بذلك سنة الذبح عبر السنين عند أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نترك العيد ربما الأسبوع المقبل فضيلة الشيخ حتى نتكلم قليلا حول يوم عرفة والاستعداد لذلك، أنه من خلال الاستعدادات أيضا الدعاء. نختم بالدعاء فضيلة الشيخ، وما هو الدعاء المستحب لله سبحانه وتعالى خلال هذا اليوم، لأنه لم يبقى الكثير من الوقت، في أقل من دقيقتين فضيلة الشيخ.
نعم، بالنسبة ليوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون في هذا اليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر المأثور. وأما الدعاء فليس نعيد هناك فقط دعاء فضيلة الشيخ محفوظ الدعاء مطلق. روية لكي يستمع المشاهدين، يعني حتى نستفادوا من خلال هذه الفقرة، لأنه الكثير من الماكثات في البيوت والعجائز كما نقولوا احنا بدرجة عنا يحبوا يشوفونا، خاصة فقرة الدين وانت شخصيا فضيلة الشيخ، يعني نعوده لهم غير بالعقل حتى يفهموا. نعم، ما أثر يعني القول الدعاء اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون. وش يقولوا؟ يقولوا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخير الكلام ما قل ودل فضيلة نعم. الشيخ، هو دعاء صغير نعم. لكن له فوائد كثيرة. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ على كل هذه ثم المعلومات. سأترك لك كلمة ختامية بالتأكيد فضيلة الشيخ، دعني فقط أشكرك على وفائك للبرنامج، وخاصة أنت تؤدي فريضة الحج، بالتأكيد أنت لم تقطع علينا وأنت متواصل. شكرا جزيلا لك باسمي وباسم كل فريق شرق مورنينغ. تفضل كلمة ختامية حتى نواصل البرنامج بالتأكيد. لا، شكرا على واجب، وبارك الله فيكم أنتم جميعا في قناة الشروق اللي تحتم لنا هذه الفرصة حتى نتواصل مع أهلنا وأمتنا الجزائر في هذا المكان المبارك. فشكرا لكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم جميعا. وكان المخرج ورفقائه طلبوا منا الدعاء، فندعو الله لهم جميعا إن شاء الله بالتوفيق والسداد، وكل واحد يعطيه ربي سبحانه ما نوى من الخير. قلت إذن الدعاء في عرفة يعني الإنسان يدعو بما شاء من الخير، يدعو بكل ما يتمناه، بكل ما يحتاجه، كل واش خصه، حاجة اللي نقصته، حاجة اللي خصته، يدعو الله سبحانه وتعالى. ففضل الله عظيم في هذا اليوم الكريم. شكرا جزيلا يوم الجمعة المقبل. شكرا لك. فلنكن جميعا على أهبة الاستعداد، ورب سبحانه يتقبل منا جميعا. آمين. شكرا جزيلا لك، لم يتبقى الكثير من الوقت، كنت أتمنى أن أمضي معك في الفقرة لكن للأسف شديد نأخذ من وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ جمال غول على كل هذه المعلومات. إذا نعود إليكم مشاهدينا من جديد لمواصلة المورنينغ هذا صباح، بالتأكيد بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة. أعتقد أننا سنذهب إلى فاصل إشهاري الآن ونعود لمواصلة البرنامج.